مساء الفل وتهنئة خالصة من القلب بمناسبة عيد المرأة العالمي لكل نساء الأرض المسلمات والعربيات خاصة والمناضلات اليمنيات على وجه التحديد، سواء ربة البيت أو العاملة أو صانعة القرار، فالنساء اليمنيات لا توجد فوارق كبيرة بين ما يقدمنه من عطاء وبين معاناتهن، سواء كنا فقيرات أو غنيات، سواء شماليات أو جنوبيات، مؤتمريات أو إصلاحيات أو اشتراكيات أو ناصريات أو حوثيات أو حراكيات، فكلهن يناضل ضد هذه الأوضاع الأمنية المتدهورة والأوضاع الاقتصادية المعقدة والنفسية والسياسية المضطربتين والاجتماعية القاهرة. وبهذه المناسبة لن أحصر قضايا المرأة في إدارة كما تقوم به الأحزاب ومؤسسات الدولة، وإنما سنناقش أبرز التحولات التي مرت بها اليمن خلال النصف القرن وتضحيات ومكاسب المرأة اليمنية من هذه خلال هذه التحولات، مع نموذج امرأة يمنية لها عائلتها الخاصة وتنتمي لأسرة سياسية بارزة جدا ولها طموحاتها ومشاركتها النوعية. ضيفتي اليوم الناشطة السياسية ابتسام محمد الحمدي. ابتسام مرحبا فيكي، وأنا سعيدة اليوم لأني بضيف لبرنامجي شخصية فاعلة وامرأة ابتسام الحمدي. أهلا وسهلا فيكي ابتسام. خلينا نبدأ يعني بابتسام كنموذج للمرأة اليمنية، كيف تربت، فين يعني ترعرعت، مستواها التعليمي. ابتسام الحمدي إنسانة بسيطة يمنية عادية مرت بكل الظروف التي تمر بها أي مرأة يمنية، إلا أنني كنت أسعد حظا منهن بأني أنتمي إلى أسرتي الكريمة، ولأن لي والدي الفاضل الذي لديه العلم والمعرفة كقاضي ويعلم من الدين الكثير ويفرق. الشهيد إبراهيم الحمدي. نعم، هو أخو الشهيد إبراهيم الحمدي، ويعلم الكثير بين والفارق بين الدين والعادات والتقاليد التي تم اضطهاد المرأة باسم الدين وهي لا تصل أصلا إلى الدين بشيء إلا من خلال العادات والتقاليد التي تم توارثها. فهنا كنت أعتبر من النساء المحظوظات، يعني ما كانش في أي ضغوط اجتماعية. طيب إيش درستي الجامعة؟ الضغوط الاجتماعية أكيد موجودة، لكن أتكلم أنا عن وجودي مع الوالد الذي كان دائما لا يستجيب إلى هذه الضغوط الاجتماعية، والتي لم أجد ولم ألاحظ خلال فترة حياتي بأن والدي فرق في المعاملة بيني وبين أخوتي الأولاد. أنا أقول على الأقل في إطار العائلة، وهذا في إطار أكيد في إطار العائلة. طب إيش درستي في الجامعة؟ إيش خصصتي؟ أنا درست في جامعة القاهرة كلية تجارة قسم محاسبة، تخرجت سنة 86. يعني هل كان كثير من النساء معهم فرص إنهن يدرسين الجامعة في القاهرة مثلاً؟ حقيقة الأمر كانت اليمن في هذه الفترة لم تكن منغلقة بمثل ما هي الآن. في مجتمعنا اليمني في السابق كان له من العلم والمعرفة التي لم تدخل إليها المذاهب والمذهبيات التي بدأت تقوض طريق المرأة. فأعتقد أن كان في هذه الفترة من بعد الثورة بدأت المرأة تدخل مجال الدراسة ومجال العلم بشكل كبير جدا. طيب ابتسام، إيش اللي أضاف لك انتمائك لأسرة بيت الحمدي؟ يعني كان عمك رئيس جمهورية حينها، هل كنت تشعري بخصوصية معينة كبنت أخو الرئيس؟ الأسرة عندنا ليس لديها هذا الشيء في التباهي أو الكبر إن بنت الرئيس أو قريبة الرئيس أو كذا، لأن إحنا الفكرة التي لدى الأسرة إنك إذا كنت أنت في منصب حكومي أو في مجال حكومي فأنت خادم لهذا الشعب وخادم لهذا الوطن ولست حاكما عليه. فمن أجل هذا كنا وما زلنا ويعلمنا الجميع وكل من عرفنا يعرف تواضعنا ويعرف ببساطة عيشنا وببساطة تعاملنا مع الآخرين. طب هذا الكلام أكثر من حاكم يردده، أكثر من عائلة لحاكم تردده، كم كنت تجيب لنا مثال أو نموذج أو قصة شاهدتيها أنت مع عمك تؤكد هذا الكلام؟ آخر لقاء كان لي مع عمي إبراهيم الله يرحمه، ذهبت إليه يوم الاثنين
فعندما ذهبت إليه طبعا وأنا أحمل في جعبتي مجموعة من الأوراق التي لنساء وغير نساء محتاجين يريدون. كم كان عمرك؟ كان عمري 15 عاما. يعني فعندما أكملنا الغداء قمت أعرض عليها الأوراق المراجعات حق النساء، فنظر إلي نظرة بابتسامة قال لي نفسي مرة واحدة تجي وما فيش معش أي أوراق ولا معاملات. فأنا رديت عليه قلت له بسيطة بكل بساطة، قال لي متى؟ قلت له لما تقدم استقالتك. فبعدها شاجي أزور عمي، طالما أنت رئيس فأنا أأتي لزيارة عمي والرئيس. هل قدم يعني هل كنتي تتوقعي حينها أنه ممكن كان يقدم استقالته بفترة محددة؟ يعني عزيزتي الله يرحمه قبل حادثة استشهاده كان يخطط أنه بقي له في كرسي الحكم 6 أشهر. 6 أشهر كانت لديها النية إلى ترك اليمن. إنه كان جاد في هذه المسألة، كان جاد فيها لأنه أبلغ الوالد بأن يذهب إلى تونس لشراء بيت هناك لكي لا يعلم أحد أين اختفى. لكن الأقدار والقضية هذه يجب أن ولكن كان ما زال 6 أشهر كان لإتمام مهمتين بقيت أراد أن ينجزها قبل أن يغادر. المهمة الأولى هو كان سفره إلى الجنوب وإعلان الوحدة، ثم العودة من عدن إلى الحديدة لإعلان المؤتمر الشعبي العام. وخلال 6 أشهر يكون تمت عملية الوحدة وأسس المؤتمر الشعبي العام الذي سيقود اليمن بعد ذهابه. لن أتحدث كثيرا في هذه النقطتين وهي مهمات، بس خلينا نتكلم على فترة الحمدي عشان نرجع كمان نواصل الكلام عن ابتسام الحمدي. 3 سنين و6 أشهر أو 4 أشهر بس، يعني فترة بسيطة جدا. وكل هذا الكلام تحقق في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، تحقق مع احترامي. هل تتوقعي أنه 3 سنين و4 أشهر كافية لأن تتحقق منجزات كبيرة في عهد رئيس ما؟ أعتقد أنها فترة كافية وزيادة إذا كانت توجد لدى هذا الشخص النية الكاملة لأن يبني دولة وتكون له رؤية واضحة ومشروع يبدأ في تنفيذه، فأظنها أنها كانت كافية. يعني الناس شعروا بصدقه حينها وكان أكثر لمسوا ليس فقط صدقه وإنما عمله، فعمله ومنجزاته التي تمت خلاله. في حين لو قرأت هذه الفترة وهذه المرحلة وما الكتب البايوغرافي الذي تسمى لمن كتبوا عن هذه الفترة لوجدت حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضده. يعني كم كانت مؤامرات وكيف كبيرة. استطاع ان ينجز هذاك المنجزات كلها لاعتبرناها ايضا من الاعجاز، ولكن لا توجد اعجاز اذا وجد في الشخص المواصفات. فاشتي كمان احط بس شيء بسيط عشان يعرفها الناس، لان الناس لا يعرفوا هذا الحادثه، لان دائما يقال انه ابراهيم الحمدي جاب انقلاب ابيض على القاضي عبد الرحمن الارياني، وهذا طرح كمان بلقاء كمان. لا بس هذه معلومه خاطئه 100%، لان الخلاف لم يكن بين ابراهيم الحمدي والقاضي عبد الرحمن الارياني الله يرحمه، لأنه إبراهيم الحمدي قبل أن يصبح رئيسا قدم مشروع لبناء الدولة ومشروع لإصلاح الجيش وقدمهم للرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني. فالقاضي قام بتعيينه نائب لرئيس الوزراء لشؤون الداخلية كي يشرف على تنفيذ خططه في بناء الدولة، وعينه نائبا للقائد العام للقوات المسلحة كي يشرف على تنفيذ خطة إصلاح الجيش. فلم يكن طيب كيف أصبح رئيس؟ كان الخلاف بين الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر والقاضي عبد الرحمن الأرياني مما أدى إلى تقديم الاستقالة. يعني القاضي عبد الرحمن الأرياني بسبب هذا الخلاف بينه وبين الشيخ عبد الله شعر بأنه لا يستطيع أن يواصل، وبالتالي طلب من الرئيس إبراهيم الحمدي، لم ينقلب عليه الرئيس إبراهيم الحمدي أن تسلم زمام الأمور.
طب ألم يخشى إبراهيم الحمدي حين على نفسه؟ يعني إحنا نتحدث عن إبراهيم الحمدي وما الذي حدث، كان طرح الأستاذ نجيب غلاب بأنه كان بدأ مشروع المدنية الشهيد الحمدي، وقال لك من الدكتور محمد المتوكل، وبالتالي أول مواجه وأكثر مواجه كانوا المشايخ وبقيادة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. ألم يكن يخشى على نفسه من هذا الخلاف الكبير مع المشايخ؟ نحن نتحدث، أنت تتحدثين عن إنسان قاضي لديه العلم والحنكة في الدين وفكه الشريعة ولديه القوة بحكم وجوده قائدا نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، وأصبح هو القائد العام فيها، ولديها الإرادة ولديها العلم أنه لا يموت أحد ناقص عمر، وإنه لكل أجل كتاب. تقدير الناس كبير له، وبالتالي دائما أسئلة تطرح حول هذا الموضوع. بس خلينا نشوف المرأة، كيف كان يعني وضع المرأة حينها؟ كان في هذه الفترة أصبحت المرأة في المدرسة، وأصبحت أيضا في بعض الإدارات الحكومية أصبحت موجودة، لكن على مستوى الحكومة لم تكن موجودة. إيش أبرز القرارات الخاص بالمرأة؟ هو قيام جمعية المرأة اليمنية، أول جهة كانت للمرأة الذي تقلبت وتحورت أسماءها إلى أن أصبحت يعني اتحاد نساء اليمن. هل هو أسس الجمعية اليمنية؟ جمعية نهضة المرأة اليمنية هو الذي كان مؤسسها. نعم تمت. طيب إن لم تكن في عهده كانت حتى قبله، هو الذي قام بهذه الخطوة مثل ما قام بخطوة التعاونيات أيضا. طيب قبل أن يصبح رئيسا. طيب هذه الجمعية التي أسسها، هل كانت منظمة مجتمع مدني ولا كانت مؤسسة حكومية؟ ما كانش في منظمة مجتمع مدني. كانت في هذه الفترة لم تكن بدأت مؤسسة المجتمع المدني، ولكنها بدأت بالتطوير بالتعاونيات. بدأت الفكرة كانت في تعز مشان ندخل طبعا فيها، وهذه كانت من أروع ما قامت بها اليمن، التي لو استمرت ولم يتم القضاء عليها لكانت اليمن بخلاف عن ما تدور فيها فلك الحكومة لكانت عن طريق الشعب. كلهم تحدثوا عن هذه المشاريع. طبعا انك انت كابتسام، ايش كانت رؤيتك؟ انت كنت في حدود 15 الى 16 سنة كما ذكرتي حينها، ايش كانت رؤيتك تجاه المرأة تجاه اليمن كامرأة يمنية أمها رئيس جمهورية، ويبدو أنها متشربة بشكل كبير لرؤيته وأفكاره السياسية؟ طبعا كنت أتمنى أن يحصلن جميع النساء اليمنيات ما حصلت عليه أنا من أسرتي، من حرية، من تعليم، من مساواة، من وضع صحي أفضل، من تقدير. أكيد. يعني كانت الفترة هذه صعبة حينها وضع النساء فيما يتعلق برغبة الدراسة في الجامعات. أنا ما قلتش أنها كانت فترة صعبة، ولكن من كان في هذاك اليوم ما كناش نعرف غير الدكتورة رؤوفة حسن الله يرحمها ومثل علي مسوسوة والأخت جميلة العزب وكذا من إذاعة صنعاء، فهذا كل الذي كنا نسمع عنهم في هذاك الوقت. يعني ما كانش كانوا مجموعة بسيطة، كانت مجموعة بسيطة من النساء التي تستطيع أن تذهب إلى العمل وإلى الاحتكاك وإلى المناقشات وإلى كده. طب ليش ولا واحدة من هذول الخمسة والستة اللي ذكرتيهم ما أتيحت لهاش فرصة أن تكون لها مشاركة سياسية أكبر؟ كم كان أعمارهن في ذلك الوقت؟ عتك الشامي كان عمرها مناسب حينها، كان لها مركزها في وقتها. من الذي مسك جمعية المرأة؟ ثلاث سنين بالأخير. لكن خلينا نقول فترة الرئيس صالح كنت أنت من أوائل أو أول واحدة تعتبر من رشحت نفسها للانتخابات الرئاسية في 1999. لماذا بسم محمد الحمدي رشحت نفسها للانتخابات؟ إيش كان موقف للانتخابات الرئاسية؟ وإيش كان موقف أهلها؟ طبعاً أنا اشتغلت في 93 في منظمة مراقبة الانتخابات، وكان لي وجهة نظر في عملية الانتخابات في اليمن، لأنني لم أعترف بشرعية أي انتخابات كانت في اليمن على مدار السنوات السابقة، وذلك لأن الانتخابات لها أسس ولها قوانين، إذا انتفت عنها هذه الأسس والقوانين تعتبر لاغية وباطلة. فسنة 99 كان لي الهدف الأول، كانت لي مضايقات من الجانب الحكومي كثيرة في شغلي وفي عملي. ليش؟ لأسباب كابتسام الحمدي ولا كامرأة؟ يمكن الثنتين، لأني أنا أصارع النظام الفاسد كيفما كان وأينما كان. يعني كنت حينها معارضة وضد النظام، لك أنشطة سياسية
في حينها. نشاطي السياسي إذا يتعداني، أنا لا أنتمي إلى أي جهة سياسية أو حزبية، بالرغم من أن الكثير من هذه الأحزاب حاولت أن تستقطبني، ولكني أنأى بنفسي أن أكون في أي مكان من هذه الأماكن. ولكن أينما وجدت، سواء كان في منتدى أو ندوة أو مؤتمر أو كذا، أقول رأيي بصراحة. يعني كان لك نشاط وآراء، بس لماذا لم تنضمي للتنظيم الوحدة بالشعب الناصري؟ قولي لي أنت، لماذا إبراهيم الحمدي كان يؤسس المؤتمر الشعبي العام إذا كان ناصريا؟ هذا كلام جميل. إذا أجبتي على هذا السؤال، الأستاذ عبد الجنادي كان تحدث أنه الغشمي كان ناصري والشهيد الحمدي كان ناصري، وكانوا على وشك برضه استقطاب الرئيس صالح للتنظيم الناصري، فسألت بحسب هذه المعلومة. أحد أبناء عمومتي سأله نفس السؤال هذا، هل أنت ناصري يا عم؟ فأجابه، قال له لا ينفع يا ابني أن أكون منتمي لأي حزب، أنا رئيس الكل حتى ذا. طيب لما رشحتي نفسك بالانتخابات الرئاسية في 1999، كنت تعرض لضغوطات مختلفة وكان معك رسالة، هل قبلتي؟ أردت بعملية ترشحي أن أظهر هذا الخلاف الذي بيني وبين النظام إلى العلن. لن تستمروا بالضغط علي أو في ظل سكوت. رسالتك مش فقط بتقبل الضغوطات في إطار عملي الحكومي، بس لن أعتذر. أنا كنت في سنة 99 أنا خرجت من العمل الحكومي لأنني لم أستطع. أنا طبعاً بعد ما عدت اشتغلت في التدريس، ثم رئيسة قسم رياضة الأطفال في أمانة العاصمة، والتي لم أستطع أن أستمر فيها يمكن 8 أشهر أو 6 أشهر، وغادرتها من كثر الفساد الموجود فيها. لا أستطيع إذا لم يكن شيء ماشي في أصوله. هل قبلتك يعني أو قبلوا ترشيحك؟ أنا حقيقة أنا لم أتقدم إلى مجلس النواب مباشرة، إنما أعلنتها عبر الإعلان بأنني سأتقدم إلى مثل هذا العمل. قدمتش مجلس النواب؟ أولا لأنه كان الدستور قد قاموا بتغييره، وأصبح العمر لابد أن يكون 40 عاما، وأنا كنت دون هذا السن. ثاني شيء، حتى لو كنت 40 عاما وكان لي حق الترشيح، عندما يكون الحزب الوحيد السياسي الباقي في اليمن الذي يمثل المعارضة بعد خروج الاشتراكي طبعاً بعد حرب 94، عندما يقول إن مرشحه الوحيد هو علي عبد الله صالح، إذن أين المعارضة وما لزمة الانتخابات؟ التجمع اليمني الإصلاح الذي أعلن هذا. أيوة. وبالتالي كان معك رسالة، لأنه الآن لم يعني السن ما كانش مناسب ولم تقدمي المجلس النواب، بس حاولت إنك تعملي ضجة إعلامية عشان ترسلي رسالة محددة، وهذا بحسب ما فهمت. الرسالة من جزئين، جزء للنظام الذي أنت كنت تعارضيه، لن أقبل أي ضغوطات وإنما سأرشح نفسي للرئاسة. والرسالة الثانية كان حينها للتجمع اليمني الإصلاح أو المعارضة القريبة التي أجمعوا كلهم أنهم يرشحوا الرئيس صالح، بالتالي ليش يفعلوا انتخابات؟ ليش عملوا انتخابات؟ فعشان هكذا هذا ما ذكرتش بالانتخابات الأخيرة. اللي كل الأحزاب يعني دعت لانتخاب شخص واحد، وحتى لو كانت النتيجة صراحة مختلفة. أنا تقدمت فيها ورفعت قضية ضد مجلس النواب فيها. وهذا الرائع الشيء، نسلط الضوء على القضية اللي رفعتيها في فبراير 2012، صح؟ قبل الانتخابات الرئاسية. قبل الانتخابات. إيش الدعوة القضائية اللي رفعتيها، ولا فين رفعتي الإشي من المحكمة؟ المبادرة الخليجية الذي شاركوا فيها سببوا لنا طبعا الضغط. أنا ما كنتش ضد هذه المبادرة لأشياء كثيرة. الذي أغاظني فيها هو أنهم راحوا عملية مقاسمة غنائم. فكان لابد أن يقف شخصا يقول لهم لا أوقفوا، هذا ليس صحيحا. لأنه عندما تكونوا وف الجانب المتخاصم، عندما يصل إلى 50% من الحكم لمقاسمة الحكم وإعطاء الحصانات للقتلة، ولم يذكر فيها بند جبر الضرر، تعويض الجرحى، معالجة المرضى، مشروع العدالة الانتقالية. لا تقولي ليش الكلام هذا، طلع
العدالة الانتقالية إيش طلعت؟ أي كلام لا تهدروش. هذه إذا كنت أنا سأكرم كيف طلعت هذا للناس يجب أن يكرموا في نفس نص المبادرة. ليش تعملوا لهم ملاحيق؟ كرموهم إيش الذي حصل في الفترة الأخيرة؟ لما تعرضوا للضرب لأنه هذا هو التكريم. هذا هو التكريم لما تقولي لي. فهذه كان مجال اعتراضي، ومجال اعتراضي الآخر إن هذه كانت مبادرة سياسية تموا بها سياسيا، لأن لا تزيدوش إشعال الشعب، ولو حتى لو أتيتوا إلى كذا هذه المبادرة عشان تكون محط إجماع اليمنيين لابد أن توضع للاستفتاء عليها. المبادرة لم تكن لصالح كل اليمنيين، ثلاثة لم يستفتي الناس عليها، وبالتالي تقدري تقولي إنه كم نسبة المعارضين للمبادرة؟ اسألوا الشعب إذا كانت عندهم القدرة وهم متأكدين من جدواها كانوا استفتوا الشعب، لكن هم يعرفوا أنهم كانوا عملية التفاف على الشعب وعلى ثورته كي يصلوا إلى تقاسم إذن ووضع اليمن تحت الوصاية الدولية. إذن رفضت المبادرة لأن كانت تسوية تقاسم غنائم. طيب متى أعلنتي، يعني هل أعلنتي مثلا أنك حترشحي أمام الرئيس هذه وقد كل الأطراف أي ذهبت إلى مجلس النواب وتقدمت بأوراقي ووضعت برنامج عمل، ولأن الفترة الانتقالية لا تحتاج إلى زعيم واحد لأنه للاستئثار بكل شيء، وضعت مجلس رئاسي يشمل كل الأطياف اليمنية بحيث أنها كل الأطياف اليمنية هي التي لازم أن تعيد الوضع اليمن إلى الأحسن. يعني رحتي ببرنامج كامل متكامل؟ ببرنامج كامل متكامل. على من طبعاً قابلت الأخ عبدو بشر وتكلمت معه، وتكلمت مع مجموعة من النواب، وتركت ملفي عند الأخ عبدو بشر. ما ضحكوش لما قلت لهم أني حرشح نفسي الرئاسة؟ ليش يضحكوا يا حبيبتي لم أكون أنا الوحيدة؟ اتفقوا الأطراف كلهم؟ لم يتفقوا. اقري المبادرة وشوفي ماك لم تنص على مرشح وحيد ولا، وأيضا كيف تقولي انتخابات وتقولي مرشح وحيد؟ أيوة بتمنش تفهم، صدقيني مش إنه أحاول استفزك. الآن اللي راحوا ينتخبوا، اللي راحوا ينتخبوا في اسم واحد بس. هذه لا تسمى انتخابات، لأن كلمة انتخاب معناها اختيار، والاختيار لابد أن يكون معك أكثر من شيء كي تختاري. هذه كان يفترض عليهم أن تغير التسمية، وأنا اقترحت عليهم هذا الشيء، غيروا تسميتها من انتخاب إلى تزكية، إلى تفويض سلطة. صحيح، هذه اتفق. لأنه لا يصح أن نصحح، إذا أردت أن نصحح شيء لا يصحح بخطأ. بخطأ. طيب، وأعلنتي أن أنت حترشحي نفسك للرئاسة وقبل ما ترفعي الدعوة القضائية. ودخلت إلى مكتب الراعي وقالوا لم نعلن التسلم الترشحات بعد، عندما نعلن سنتصل بك. وطبعا تفاجأ بهذه الجلسة أنه تم وأنه شخص واحد. فمن أجل هذا دعوة قضائية، رفعت دعوة قضائية ضد مجلس النواب لأسباب كثيرة. أيوة، لأني أعتبره أنه فاقد الشرعية. ليش فاقد الشرعية؟ الشعب انتخبه لأربع سنوات أو لست سنوات عفوا، والآن قارب على العشر هيكملها، فأصبح فاقد للشرعية. لا تستطيعي أن تقولي لي أن هذا شعب منتخب، مجلس منتخب، وهذا لسبب واحد. للسبب الثاني أنه هذا المجلس هو كان المجلس التشريعي الذي بيشرع لنا القوانين. مجلس فاسد. فاسد هذيك، يعني هل أنت متأكدة من هذه اللفظة كلمة فاسد؟ مجلس النواب، مجلس النواب أيقاظوك بعدنهم، يقاضوني يوروني ويوروا الشعب ماذا أنجزوا خلال هذا الفترة الذي بقوا فيها. ولو شفتي هتلاقي من أول ما تأسس مجلس النواب هم معظمهم نفس الوجوه، 75% لم تتغير منها شيء. ها قصدك الآليات كانت غير صحيحة، ناس غير مؤهلة، ليس لديها القدرة. إذا كان مرشح عضو مجلس النواب يشترط فيه أن يجيد القراءة والكتابة. أيوه هذا القانون. إذن طب خلينا نقول لك حاجة، من وضع القانون؟ مش هو المجلس التشريعي الذي بيسن القوانين؟ العالم كله متفق على أن العالم كله متفق على الوصاية على اليمن، هل نحتاج إلى هذه الوصاية؟ هل تعتقدي أن إحنا يعني تحت الوصاية؟ أنت قولي لي
أنا سألت قلعة عبدو بشر. أيوة خلاص أيوة، بس أنا أسألك أنت عشان ربما تكون لي وجهات نظر مختلفة. طيب رفعت الدعوة القضائية ابتسام، مشيت بكل الإجراءات حق الدعوة القضائية؟ مشيت بكل الإجراءات، رفعت الدعوة في الدائرة الدستورية. ها، كان معك محامي؟ أكيد معايا كان. منو؟ محامي الأستاذ حافظ فاضل. أيوة، تقدمت بالدعوة وانتظرنا على أساس وقف الانتخابات كنت أتوقع أنه ممكن يوقفوا الانتخابات. والله إذا أنت في بلد يتمتع بقضاء حر كان يجب أن يقف، لأني كما أسلفت الانتخابات لها أسس يجب أن تتوفر فيها، إذا انتفت هذه الأسس أبطلت الانتخابات، وهذا لا ينطبق على هذا الانتخابات فقط وإنما ينطبق على كل الانتخابات التي تمت في اليمن من بدء مشروع الانتخابات. ما قلتش المحامي أو وانتي رافعة الدعوة القضائية إنه الفقرة دي في المبادرة الخليجية تلزم الأطراف السياسية بانتخاب مرشح وحيد؟ تلزم الأطراف السياسية. قولي لي كم عدد اليمنيين اللي غير منتميين سياسيا؟ هذا لصدرة حقوقهم. ها، إذا نفتهم لي أنت تحاولي فقط تحاولي أنك يعني ترمي الحجر زي ما يقولوا بالماء بالبحيرة عشان تتحرك، تقولي للناس إنه في شغل سياسي معين ضد اللي إحنا متفقين يعني ضد مصالحنا وهو يتبع أجندة غربية. جميل. بس طيب ابتسام، يعني قد يحظك إني من طفولتك وصغرك وأنت ماشية في أمور سياسية معقدة وتشعر أحيانا إنك لوحدك مثلا، بداية الاحتجاجات ما حسيتش يعني إيش كان موقفك كنت تسمعي إنه الناس خرجوا للشارع وشفتي النظام المصري انتهى والنظام التونسي، ونحن كنا نسمع إنك لك رؤية تكون تقولي كنت تقولي إنه حتكون في ثورات، وأنا أقول لك أنت تدوري بس تستقضي لعمك. عزيزتي كانت طبعا لي رؤية أو مش بالمعنى الأصح رؤية، وإنما كان لي تحليلي السياسي وبدأ في سنة 90 عندما سقطت الاتحاد السوفيتي، فأمريكا صعدت إلى القمة، فبعدها بدأت أبشر بأني خلاص طالما صعدت أمريكا إلى القمة لها وقت من الزمن ثم تسقط، لأنه من وصل إلى القمة لابد أن ينزل. يعني أنت وقعت أن تسقط أمريكا في بداية لا بس التسعين. لحظة، مش في بداية التسعين هي ستسقط، لكن مش في نفس التاريخ، معها فترة لها منحنى تسقط فيه من القمة، هل منحنى تدريجي هل منحنى سريع هل نزول سقوط كبير، وفي نفس الوقت طبعا بصعود أمريكا صعدت إسرائيل معها، فإحنا بعدها العرب سيزداد قهرنا وظلمنا وإن كنا أصبحنا قاربنا الحضيض. فكان بعدها إن إحنا في هذه المرحلة سنسقط إلى نقطة الصفر كي نصعد بعدها العرب. أيوة. فهذه المرحلة فعلا خطيت وأنا توقعت لها أيضا من 15 سنة إلى 20 سنة. يعني اللي حصل الآن سقطنا للصفر. سقطنا للصفر، نعم. الآن بدأنا نرتفع. سقطنا. ودور ابتسام الحمدي في الربيع العربي، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. مشاهدينا مرحبا مرة أخرى، ونعود لابتسام الحمدي ومشاركتها في ثورة الربيع العربي. طيب ابتسام، أنت قلت الآن أنه توقعتي تكون في ثورات وأن العرب يصلوا إلى نقطة الصفر، هل تعتقد أن الاحتجاجات أو ما مرت فيه الدول العربية مؤخرا أو ما يسمى بالربيع العربي كان هو يعني ساهم بهذا التدهور الذي يعيش العرب من قبل أصلا؟ لا، الأنظمة العربية هي التي ساهمت في إرساء مبادئ الظلم في بلدانها وكرسته واستولت على مقدرات الدول وثرواتها واستأثرت به لصالحها، والشعوب شاركت بطريقة أو بأخرى بسكوتها على الظلم والمجتمع الدولي يتراكم. المجتمع الدولي لا يفكر إلا في مصلحته، لماذا نحملهم أكثر مما يستحقون من مصالحهم؟ فهم لا يتحركوا إلا في إطار خدمة مصالحهم، فهذا هو
الذي صار. توقعاتي طبعا كانت أنه إحنا سنسقط هذه الأنظمة عن طريق الشارع، لن نحتاج إلى محاربة ولا انقلابات عسكرية ولا رصاص ولا مدفعيات. متى انضميت للشارع؟ متى انضميت للشارع؟ أنا أول ما بدأت الأحداث انضميت إليهم طبعا في جمعة الكرامة، بعد جمعة الكرامة 18 مارس. ثم يعني انضميت أنت وعلي محسن بنفس الفترة؟ لا، هو انضم بعد يمكن بثلاثة أيام. ليش؟ يعني أشعرك لما اللواء علي محسن انضم للثورة ما خليكش تهني حتى ثلاثة أيام؟ شوفي، إحنا لسنا منغلقين. أنا كنت أقول في وقتها حتى إذا كانوا اليمنيين كانوا من كانوا ظلمة أو مظلومين اجتمعوا على إنهم يبدأوا صفحة جديدة وينسوا كل الخلافات السابقة على أساس رد المظالم، لأنه لا تأتي توبة بدون ندم ولا رد المظالم، فهذه عبارة عن التفاف على الوقائع. يعني كنتم مجتمعين؟ أنا كان بالنسبة لي أنا إنه كان في الإمكان إنه إذا كانوا كل اليمنيين تجنبا للدماء وللقتل وللدمار الذي ممكن يصيب البلاد في حالة الاختلاف أو في حالة إن إحنا ندخل في نزاعات مسلحة، لم أكن آمانة أن يشارك جميع اليمنيين في صياغة جديدة لكيف إعادة اليمن إلى دورها كدولة. أنت مع قبول فكرة انضمامه أوليا؟ ها؟ بشكل أولي. قلت ليش لو جاء علي عبد الله الصالح نفسه يقول لحين ضم للثورة نقول لهم تعالوا أهلا وسهلا معانا، هذا المطالب 1 2 3، عندكم استعداد؟ لقد ظلمتوا كثيرا واستأثرتوا كثيرا، وعليكم الآن لحظة هذه وافقتوا عليها، أهلا وسهلا عليكم إن أنتوا توافقوا وتوقعوا عليها وتتركوها لغيركم، لأنه لا يصلح أن يتم عملية التصحيح أو إعادة البناء مرة ثانية بنفس الآلية القديمة. طيب ابتسام، طرحت كثير من وسائل الإعلام ونشرت كثير من المقالات حول هذه النقطة، انضمام اللواء علي محسن بسلاحه وبكتيبته أو بفرقته إلى الساحة هو الذي قضى على سلمية الثورة. هل تعتقدي أنه بعد الانضمام المسلح أو شق الجيش وانضمام الناس المسلحين هذولا لكم قضى على سلمية مطالبكم صراحة؟ شوفي، أنا شا أقول لش، أنا ما شا أحملش مجرد علي محسن فقط، كم من الآخرين الذي انضموا إلى الثورة. إحنا ما بنحملش، قلت لش إذا كانت النية سليمة مش هحمل أي جهة. بس أثر على السلمية؟ هي مش الذي أثرت السلمية، تم الالتفاف على الثورة بسببين. هذا النظام الأول انقسامه واختلافه وحربه ما زالت كلها على مصالحه وليست من أجل الوطن. الشيء الثاني الذي أنا أعتبره أنها كانت من الكبائر بالنسبة للشباب، أنه قعدنا نعمل معهم في الساحات ونرجوهم ونترجاهم أن يشكلوا كيان سياسي موحد يضم فيه كل الشباب على مستوى كل الساحات، كي لا يستطيع أن يستبعدوا أو يستأثر عليهم. وهذا ما دعا الرئيس صالح، ولكن دعا لهم. ولكن إحنا بلد لنا من العقليات العصبية والمناطقية والطائفية والكذا، وعملية الزعامة هذه هي المشكلة حتى في اليمن. عند الشباب، حتى عند الشباب. ابتسام، ما بنلومكش ولا نلوم الشباب ولا غيره من الناس اللي خرجتم معكم مبادئ صادقة، ولست أقول هل كانوا بيخلوكم الأطراف السياسية مش إلا خصومكم لأنهم يدافعوا عن أنفسهم بالأخير، شركائكم، هل كان الحزاب اللقاء المشترك ممكن تسمح لكم تعملوا كيان قوي يوازيها؟ إذا كان في وعي لدى الشباب وإصرار والقدرة كانوا هيقدروا يعملوها، لكن الشباب لقلة خبرته في العمل السياسي بالتالي كنت تدعي لهم ومصرة على أنهم يشكلوا كيان. إيش كان موقف الأغلب من الشباب؟ من إيش؟ من دعوتك بأنهم يشكلوا كيان. كان فيك طبعا كثير، قعدنا نشتغل على هذا العمل أكثر من 4 أشهر وفي كل مرة كنا يفشل ولا من يفشله؟
تكلمت طبعا بألم وأنا زيد الضغط على الجرح، لكن معلش عشان بس الأمر يوثق للناس. مجموعة من الذي ذكرتيهم بالفعل، لأنه كل واحد بيبحث عن مصلحته. من هم؟ الكل، الكل يبحث عن مصلحته، فكل واحد بيبحث عن مصلحته، والذي يجب أن هذا يتعارض مع مصلحته، فأكيد هيكون له يد على دعيتي لكيان وشفتي أنه حتى علي عبد الله صالح ممكن ينضم. شعورك لما رجال الفرقة مع قيادتنا الإصلاح اعتدوا على زميلاتك وصديقاتك بالضرب؟ لا طبعا، هذا كان من أقوى الأشياء التي أثرت فينا وكانت كبيرة جدا جدا جدا، ولن يقبلها لا إنسان ولا عقل. كنت تتوقعي ابتسام أنه بعد كل هذه النضالات سواء ضد صالح ولا من أجل الثورة أنه نوصل لهذه المرحلة؟ نوصل لهذه المرحلة. احنا اليمن خلال 33 سنة يا رحمة تم فيها هدم المنظومة الأخلاقية في اليمن. فخلال الفترة الماضية هذه كلها فأصبحنا الآن نعيش على المستوى، وهذا قدو جيل كامل من اللا أخلاقيات وتغيير المفاهيم. طب بالطرق القضية المختلفة، عادلة ومنصفة، هل تعتقد بأنه الأسرة اللي ما تحمل نظام مسؤولية عدم تربيته لأبنائه أمر منصف؟ عندما تتكلمي عن دولة، قولي لي الأسرة الآن في وقتنا الحالي ما حصتها من تربية أبنائها؟ طيب هذه مشكلة ليس عندش المدرسة، عندش الشغل، عندش الشارع، عندش التلفزيون، عندش وسائل الإعلام التي ليل ونهار. مش كلهم كانوا تذن. شركاء كلهم كانوا شركاء، وبالتالي ما احنا ما بنميز حد عن حد. هل احنا مميزين؟ هل قلنا لا والله هذا لا خيرا من هذا؟ احنا قلنا تم الالتفاف على الثورة وتم التقسيم الغنائم مرة أخرى. أنت من أنشطة نوعية لدعم احتجاجات الشباب؟ طبعا أنا قدمت الكثير من الندوات في الساحة عن الدولة المدنية وكيف تكون الدولة المدنية وكيف كثير ساعدت كثير من التجمعات الشبابية على فهم المرحلة القادمة وما يجب عليهم العمل من أجله. جميل. هل شاركتي بالمسيرات؟ شاركت في القليل منها، لأنش تعلمي عندي آلم في الظهر فلا أستطيع أن أقف كثيرا. أنا بدأت بالضربة اللي انضربوا القياديات، بس إيش كنت تحسي؟ يعني كيف كانت المرأة مشاركة في هذه الاحتجاجات؟ أكيد المرأة كانت مشاركة، مشاركة فعالة، إن لم تكن نصف ما قام به الرجال قامت به المرأة مناصفة قد تكون أكثر. نعم، المرأة شاركت في كل الأعمال التي قامت بها هذه الثورة، شاركت فيها كلها، واعتقد أنها حققت شيء من خلال هذه المشاركات. وأتمنى أن تلتزم كل السياسيين والأحزاب أن تلتزم بهذا الذي هي نسبة 30%. هذا فيما يتعلق بالحوار، فيما يتعلق ليس في الحوار فقط، وإنما في كل مؤسسات الدولة اليمنية يجب أن يكون ما لا يقل عن 30% نسبة من النساء تشارك في هذه المؤسسات. أنت قلت المرأة شاركت، ونشي نعرف إيش حصلت عليها أثناء مشاركتها. صرح الرئيس صالح قال مش قلت ممنوع الاختلاط، وطريقته يدافع عن نفسه، يدافع عن احتجاج تستهدفه. بس على الجهة الأخرى كان في تصريح نشرته الواشنطن بوست وصحفية مشهورة، تصريح الشيخ حميد الأحمر يتحدث فيه بأنه الثائرات كل واحدة تجي معها، أنا آسف لهذا اللفظ بس هذا ما نشر، صديقها أو حبيبها، ويشتوا يحولوا الساحة إلى مرقص. إيش كان موقفك وأنت تسمعي هذا الكلام؟ أنا كأسرة أنتمي لبيت قضاء، عندما أسمع كلام لابد أن أسمعه بنفسي، أو الذي يكون ناقله لي أو الشخص الذي قاله لا ينكر أنه قام بهذا. طب قرأت الواشنطن بوست أنت؟ سمعت، لم أقرأ، ولكن أعتقد الذي سمعته أيضا أن كثير من هذا الثائرات رفعنا قضية. صحيح. ضد هذا الشخص سماح الشيخ دارينا كالكباني سمير الحبابي. فإن كانت هذه الكلمات قد قيلت فهي مقيتة ومهينة،
وإن كانت لا فننتظر حكم المحكمة كي تقول كلمتها الفصل، ولو أنه لا يوجد لدينا قضاء. أشكل موقفك طيب لما سمعتي أنه في امرأة يمنية حصلت على جائزة نوبل، وإن كانت مشاركة مع اثنتين يعني من أفريقيا، إيش حسيتي هذاك اليوم؟ طبعا مثلي مثل أي امرأة يمنية أو غير يمنية، عندما تحصل أي امرأة في العالم على مثل هذه الجائزة ينتابنا الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه. لو كنتي في لجنة نوبل التي منحت الجائزة، من كنتي بترشحي من الأسماء، من أسماء النساء اليمنيات للحصول على الجائزة؟ طبعا كثير من النساء اليمنيات يستحقين هذه الجائزة، ولكن يكفينا أن تكون واحدة، ولن أتكهن لمن أعطيها كي تثيري حفيظة الأخريات علي، فيكفي إنها حصلت عليها توكل. طيب خلينا نتكلم على المستجد في 2011-2012. مبادرة وجهة نظري كانت واضحة، يبدو أن المشكلة هي ذات المشكلة. خلال هذا العام بعد الانتخابات أو الاستفتاء، أو لا أريد أن أغضبك أكثر في هذه النقطة، إيش الذي تغير للمرأة اليمنية ولليمن بعد هذه الاحتجاجات؟ وهل تغير، وإيش موقفك الآن بعد كل الذي حصل؟ لا أعتقد أن في هناك الشيء الكثير الذي تغير بالنسبة لليمن، لأنه نستطيع أن نقول أن فترة دمار طويلة، فترة الإعمار فيها أو إعادة الإصلاح بتكون أطول من فترة الهدم. يعني في فترة لأن فترة الهدم أسرع من فترة الإعمار، ولكن كما قلت لك وأسلفت أنه لا تستطيع أن تعيدي الإعمار والبناء بنفس الأدوات وبنفس الآلية وبنفس الأسماء وبنفس الأشخاص، فهذا من سبع يعني نفس الأدوات نفس الأسماء. إحنا ما زلنا في مستمرين بنفس الاستمرار وبنفس الوضع السابق، لم يتغير فيه الكثير إلا شيء واحد طبعا الذي حققه اليمن، والذي أعتقد هذه عزوتنا لثورتنا، هو أنه لم يعد هناك رئيس يحكمني مدى الحياة، ولن أورث بعدها على الإطلاق. هذا المنجز الوحيد الذي تم تحقيقه. طيب وإذا قرر المجتمع الدولي أنه هو الذي يقرر كما ذكرتي أن تؤجل انتخابات الرئاسية وتطول فترة الرئيس الانتقالي هذه، إيش بيكون موقفك؟ أعتقد أن هذا مطروح، وأعتقد أنه سيحدث. طيب فين الإنجاز؟ فين الإنجاز؟ أي إنجاز؟ إنه تغير ما لا لن يحكمك لا, لا لا لن يحكمني حاكم 30 سنة. يعني خلاص وقفتم حكم فترة طويلة. يعني أنا تعرفي طبعا رؤيتي في عملية الحكم، أنا قلت لك إن فترة الحكم يجب أن لا تزيد فترة أي حاكم عن 10 سنوات، فترتين رئاسيتين 4x4 5x5، واستقيت لش من هذا، اديت لش أدلتي ليش قلت هكذا، وقلت وقلت أيضا إنه أخذتها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم 10 سنوات، لذلك لا يجب لأي بشر أن يحكم أطول مما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. لحظة تيلش كمان من الأسباب أني فترة 10 سنوات تتشكل، تبدأ عندما تزيد الفترة عن 10 سنوات مراكز القوى تبدأ تتشكل التي تتعارض مصالحها مع مصالح العامة ومصالح الشعب، فتستأثر بكل شيء. والسبب الثالث أنه جميع الدراسات أجمعت أنه الإنسان في نفس العمل لمدة 10 سنوات لا يستطيع أن يضيف شيء جديد، لذلك فترة 10 سنوات كافية وزيادة أو دونها يكون أفضل. الآن معنا الحوار، لماذا لم يوضع أو يطرح اسم ابتسام الحمدي في اللجنة الفنية للحوار؟ لا تتوفر فينا الشروط، فنحن ليس لنا دولة راعية لنا، فلسنا تحت وصاية أحد، رقم واحد. رقم اثنين، لا نتمتع بمد أو بتمويل خارجي ولا أجندة خارجية نفسها. أيوة. في دول الوصاية هي التي تدافع عن أوصيائها وتجعل منهم طرفا في هذا المجال. بس فين هذا الناس؟ شوفي، في 7 أكتوبر كانت جمعة الحمدي،
أو الوفاء للشهيد الحمدي، وكان في عدد كبير من الناس. صحيح أنه تم التلاعب على الاسم شوية وتغيير وغيره، بس في أنصار للشهيد الحمدي. هل هذا غير مقنع أن أنتم تشاركوا؟ يعني غريب أنكم تشاركوا في مؤتمر الوطني للحوار ولا حد من بيت الحمدي. إحنا لا نقول بأنه في أنصار للحمدي، لأن إحنا ننبذ عملية الشخصنة في الأشياء، ولكن أستطيع أن أقول لك هناك أنصار لمشروع الحمدي. طيب. الذي هو مشروع بناء الدولة، وهذا هو كان الأساس التي خرجت الجماهير من أجله إلى الشارع لتغيير النظام وبناء دولة، وهذا الذي يجب أن يركز الشعب اليمني ككل عليه. طيب. حتى في الحوار الوطني إذا لم يركزوا على بناء الدولة ويجعله هو الأساس ويخرجوا من كل القضايا الفرعية التي كانت سببها ومسبباتها الأساسية هو عدم وجود الدولة في السابق، يعني قضية الحراك الآن في الدولة، قضية الحراك الآن الدولة موجودة. نرجع إلى قضية أيوه، لازم الآن كلامك أو رسالتك لرسالتك مؤتمر الحوار ركزوا على مدنية، خاصة أنه بعد أنكم استبعدتم فيه. الآن حندخل في الدولة. قبل ما كانش في دولة كما ذكرتي، لكن الآن يشكو الحراكين وغيره ونشرت في كل وسائل الإعلام أن الدولة أصبحت طرف مع طرف. الآن في عدن الكهرباء عشية 21 فبراير، يعني تم توقيفها على عدن كاملة حتى يتمكن الإصلاح من عقد مهرجانه. تم تعرض الحراكين للضرب المبرح، وتعرض البعض لإطلاق نار. تخيلي يعني موكب باعوم يتعرض لإطلاق نار، قياديين الحراك قاسم عسكر وحسين شعيب تم اعتقالهم. هل تعتقدين الآن أنه في دولة بعد كل تضحياتكم، ولا دولة تتبع حزب معين؟ الأصل في الشيء أنه كيف تكون هناك دولة ذات سيادة يسود فيها القانون على الجميع ويحقق العدل لجميع أبناء بس الوطن. لحظة يعني اسمحي لي تعمل معهم كمواطن من الدرجة الثانية. اسمحي لي، من هو اللي بتعامل معهم الآن؟ الإدارة. هل شعب ولا بين أقولش دولة؟ الدولة اللي بتتكلمي عليها ليست بدولة. الجيش يعتدي على متظاهرين بالرصاص وإطلاق النار زي ما معتدوا على أحمد سيف حاشد، إيش تشتري منهم؟ يقولوا عندما تكون لديش دولة ذات سيادة لديها القانون يطبق على كل أفراد المجتمع، لا فرق بين شمالي ولا جنوبي ولا حوثي ولا حراكي ولا مؤتمري ولا إصلاحي ولا مرأة ولا رجل. عندما تكون القانون يحكم الجميع هنا تكون تصل الحقوق إلى أصحابها، لا تصلش لا بالمناطقية ولا بالطائفية ولا بكل. مشكلة الحراك الجنوبي لو كان في دولة حقيقية هل كان في مشكلة؟ لا ما فيش. ما كانش في مشكلة. مشكلة الحوثيين، لحظة اسمحي لي، مشكلة الحوثيين، هل لو كان في دولة هل كان في مشكلة؟ ما كانش في مشكلة. كل هذه المشاكل، كل المشاكل الموجودة الآن الكبرى من تهميش وإقصاء واستبعاد وكل المصايب الموجودة في هذا الدولة هي نشأت وظواهر نشأت لعدم وجود الدولة. صحيح. هل سيساهم الحوار مؤتمر الحوار بحل هذه المشاكل اللي ابتسام؟ الحوار أنا قلت لش لو ركزوا إنه تحاور. أولا لا ينفع حوار في مظلوميات، أدي الظالم والمظلوم وأقول لهم تحاوروا، لا يجوز هذا. لكن خلونا نبدأ ببناء الدولة ووضع أسس الدولة يعني الصحيحة. من هي حتبنى بناء على الحوار؟ ما هو ابدأوا ببناء الدولة أولا، يعني نراعي أربع سنين يبتسم بعدين نتحاور. اعملي أسس الدولة وقوانينها واعدي مؤسسات للدولة، قضاء مستقل ابدئي به هو الأساس وهو المبدأ الرئيسي والمدخل الرئيسي، وابدأي اعملي بناء دولة
ثم هذه الدولة من خلال المظلوميات تستطيع أن تعطي كل مظلومية كل ذي حق حقه. طيب ابتسام ما عملوش لحظة يا ابتسام، الآن نقول لك المجتمع الدولي بعد والاحتجاجات والتغيير وانت اللي رحت الساحات وبشكل كبير وتقولوا انه ما فيش دولة وما بنعمل حوار إلا لما نبني دولة والجماعة ما بنوهاش. لا تتوقعي أنا ما قلتش ما نعملش حوار يا رحمة. أنا ما قلتش ما نعملش حوار، قلت ليش يركز الحوار على إقامة دولة. صحيح تمام. وأن لا نظل نصنع دويلات وأصنام ضد فك الارتباط قصدك. مش بس فك الارتباط، لأنه إذا لم يتعظوا أهل الجنوب أليست السودان، هل جنوب السودان ببعيد عنا؟ لا. هل دولة العراق بعيدة عنا؟ طيب. عندما قسموها طائفيا طيب. هل أهل العراق وصلوا إلى حقوقهم؟ لم يصلوا. لا. عندما تتقسم إلى طوائف وإلى كذا، ليش؟ لسبب إنه غياب الدولة. أقول لكم لابد أن يكون في دولة. أنا شدي ليش حاجة شرجع لحظة 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 جت لي فكرة طيب جت لي فكرة. لنقول دائما يقولوا الشعب اليمني شعب مسلح شعب كذا، أنا أقول ليش عندما تجدي شعب في أي منطقة في العالم مسلح فعرفي أنه بسبب غياب الدولة في هذه احنا متفقين في هذا. لحظة إنه في غياب لحظة خليني أكمل ليش. طيب وأأكد ليش أنه في عهد الشهيد إبراهيم الحمدي الله يرحمه، الناس بدأت تأتي تبيع أسلحتها من الدولة. لماذا؟ لأنها حست أنه أصبح في دولة تستطيع أن تأخذ لها حقها. طيب إيش تنصح الرئيس هذه عشان يكون زي الشهيد إبراهيم الحمدي بنقطتين أو ثلاث يعني نحاول نصلح؟ أنا مش أنصح بس الرئيس هذه، أنا أنصح كل المتحاورين. لا الرئيس كل هادي. القوى السياسية، لأني أنا ما أعتبرش النظام شخص، النظام هو مجموعة متكاملة. طب إيش تنصح القيادة؟ أنصحهم كلهم هذا أن يتركوا، يكفي ارتهان للخارج رقم واحد. رقم اثنين يتركوا مصالحهم الشخصية التي لن تتعدى إلى حياتهم، ويفكروا في حياة أبنائهم وأبناء أبنائهم من بعدهم، ويفكروا في بناء اليمن وبناء دولة، دولة مستقلة ذات سيادة لها قوانينها التي تطبق على الجميع، تحقق العدالة الاجتماعية للجميع. هذا إذا لم يفكروا بهذا فإحنا دائما سنبقى نخوض من ظلمة إلى ظلمة أكثر. إذن رسالتك للمتحاورين وللقيادة السياسية واضحة خلال دقيقة. في معك رسالة للمرأة اليمنية بمناسبة عيد المرأة العالمي. أحب أن أبارك للمرأة اليمنية بيومها الذي اعترف لها العالم بها ولم تعترف بها المجتمعات الأخرى، وأتمنى لها كل التقدم وكل الازدهار، وأن تصل إلى جميع المراكز بما فيها رئاسة الدولة في المستقبل إن شاء الله. كما أحب أيضا أضيف إضافة أن يوم 8 مارس كان يوم التشجير في عهد الرئيس الحمدي رحمه الله. ابتسام الحمدي، فأتمنى من كل يمني في هذا اليوم أن يضع شجرة باب بيته أو في حوشه. ابتسام الحمدي شكرا جزيلا لك، كل سنة وانت والنساء بخير وإنجاز وتقدم. مشاهدينا هذه هي المرأة تتحدث بطلاقة وتختلف مع الكل وتتفق مع الكل، وكانت رسالة الأستاذ ابتسام الحمدي واضحة. رجاء توقفوا عن الارتهان للخارج. نتمنى أن نلقاكم في حلقة أخرى بنفس هذا الموعد.